اختتمت الاثنين فعاليات دورة مكافحة الفكر المتطرف والتكفيري التي أقامها مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات في منطقة الزهور لعدد من مدراء ومديرات المدارس والمرشدين التربويين في وزارة التربية والتعليم، والتي استمرت أعمالها عدة أيام تحت رعاية مندوب مدير الأمن العام رئيس إقليم العاصمة العميد عبيد الله المعيطة وبحضور أعضاء المجتمع المحلي. نلتقي اليوم لنتوج الجهود المباركة التي بذلت لإنجاح هذه الدورة التي اشتملت على كل المحاور التي تخص التطرف الفكري، نشأته وأسبابه وأشكاله وطرق التحصن منه، لأن التصدي لهذه التيارات المتطرفة التي غزت البلاد لا يكون إلا بسلاح الثقافة والمعرفة، ولأن الثقافة تنتقل بالتواتر بين الأفراد فتطلق القدرة على التفكير الحر والإبداع ومناقشة الفكر الآخر وتمييز الخطأ من الصواب. العميد المعيطة قال إننا في مديرية الأمن العام ندرك أهمية طرح مثل هذه المواضيع لتوعية المجتمع من الأفكار المتطرفة وضرورة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. بالنسبة للتجنيد الإلكتروني، فقد أدركت المنظمات الإرهابية أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجياتها الجهادية، فتقوم باستغلال الكثيرين من مستخدمي الشبكة العنكبوتية الإنترنت بالتعاطف مع قضاياهم، ويجتذبون الكثيرين بعبارات براقة وحماسية من خلال غرف الدردشة الإلكترونية. المقدم محمود النعامنة مدير مركز السلم المجتمعي في الأمن الوقائي قال إن النظرة الشمولية والتحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تخطيطا وتنسيقا مشتركا مع شركائنا، جعلنا نقوم بعمل برامج تثقيفية وتحصينية في مجال مكافحة الفكر المتطرف والتكفيري. إن النظرة الشمولية لطبيعة التحديات والتهديدات التي تواجهها على الساحة الإقليمية والعالمية واتساع رقعتها تتطلب منا تخطيطا استراتيجيا شمولا ومشتركا، ومن الأهمية في التعاون والتنسيق مع شركائنا في تنفيذ برامج تثقيفية وتحصينية في مجال مكافحة التطرف والفكر التكفيري. رئيس المجلس التربوي في منطقة الزهور نبيل الكطامي شكر جميع الجهات المشاركة في إنجاح هذه الدورة وتفاعلهم المستمر الذي يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي في زيادة الوعي والتثقيف من خلال البرامج المقدمة. في هذه المناسبة نتوجه بالشكر لمديرية الأمن العام ممثلة بدائرة الأمن الوقائي والمركز السلم المجتمعي، ونشكر مدير تربية لواء قصبة عمان عطوفة الدكتور علي المومني لدعمه دوما الممثلة في هذه الدورات، وكذلك كل الشكر لمديرية مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية لتعاونها لإنجاح هذه الدورة. وقام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة وتوزيع الدروع أيضا على الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح هذه الدورة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.